السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردا على تساؤلات كتير ناس كتير سألتها لي، ده طبعا بيبقى بمناسبة حلول فصل الشتاء، وعن استهلاك الكهرباء للتكييف، وهل استهلاك الكهرباء للتكييف بيفرق من الصيف للشتاء ولا ما بيفرقش، الصيف زي الشتاء ولا الشتاء أكتر الصيف أكتر؟ استهلاك التكييف للكهرباء في فصل الشتاء بيكون أقل من فصل الصيف، ولكن بيكون أقل بحاجات بسيطة، يعني مش أقل بنسبة كبيرة. طيب هو بيبقى أقل ليه أصلا؟ هل بيفرق؟ مش كل حاجة بتبقى شغالة زي ما هي، ولا في حاجة ما بتشتغلش؟ لا، كل حاجة بتكون شغالة طبيعي، مفيش أي مشكلة، ولكن أنت عندك بس في الحاجات البسيطة اللي هي بتفرق. عندك مثلا المروحة الداخلية بتتأخر شوية في الشغل، يعني أول ما التكييف بيشتغل المروحة الداخلية ما بتشتغلش، لما المواسير اللي بتكون جوه في الوحدة بتسخن الأول وبعد كده بتشتغل. وأيضا عندك برضو المروحة الخارجية للتكييف برضو ساعات في أوقات بتقف، يعني مش على طول شغالة، ده بيبقى طبعا في فصل الشتاء بس. يعني بتيجي في فصل الشتاء والتكييف شغال طبيعي مفيش أي مشكلة، ممكن بتلاقي المروحة الخارجية بتلاقيها مثلا في أوقات مش شغالة. فكل ده بس هو اللي بيأثر شوية بسيطة في استهلاك الكهرباء. ولو مهتم تعرف معلومات أكتر عن شغل التكييف في فصل الشتاء، هسيب لك شوية فيديوهات في خانة الوصف بتاعك، ولو عندك أي استفسار اكتبهولنا تحت في التعليقات وأرد عليك في أقرب وقت إن شاء الله. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.